إشارات مش لنا للسواح. ثاني شغلة الموتسيك ماشي بدمه. أول شغلة الآب والتخميس، هن هول اللي بيطلعوك شوفير. التخميس بتبلش من العشر سنين، بيت وبتكبر معه شوي شوي. لازم تعرف تفوت بعكس السير أنت وبيبا. كل شوفير موتسيك إذا ما قطفله قطفله شي 50 مراية. لازم تزيد السيارات كلياتها. بتنبسط بتفوت بين السيارات بتطلع بين السيارات بتكسر مرايا. ما بيهمني لا اشارات ولا قانون ولا شيء، بيهمني الاكل يوصل سخن. الموتوسيك مش بس لشخصين ثلاثه، قدام فيك تحط واحد او اثنين، وعلى الكرسي بيساع عندك كيف تحط لك خمسه راكد على الموتوسيك. خاف من سواقه العالم. يعني ماشي على الموتوسيك بيطلع على بالي ارجيلي، ولازم يكون يافي صوب بلا ايدين. شوف حالي على الطريق لما بقابل العالم بتصورني بينصدموا. فأنا مبسط بهاي الشغلة وبفتخر. بتمنى على السيارات اللي بيمشوا على الإشارة الخضراء بس ينتبهوا لنا ويعملوا لنا اعتبار بالشارع إنه في موتوسيك مارق بس.